حلقة جديدة من مطبخ كيوت. بما اننا طالعين من ياميش رمضان فانا جبت لكم حاجات ياميش رمضان نعمل بيها حاجة حلوة. المكونات اللي هنستخدمها مشمشية، دارك شوكليت، جوز هند، زبيب، فول سوداني، فارماسيل. هنجيب المشمشية نحطها في الشوكليت، حط لها مثلا فارماسيل، نعملها مرة تانية ونحط لها مثلا فول سوداني، نعملها بالطريقة اللي احنا عايزينها. المرة دي هنحط زبيب ونحط مثلا في مرة جوز هند، وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. يا رب تكون عجبتكم. باي باي.